هي مدينة الجنوب ده الموقع بتاعها. احنا هنا في منطقة المسجد، المنطقة الرئيسي لمنطقة هنا طبعا الطريق السكني الحالي هو تم تحويله كطريق تقليدي من مدينة يطلع عند المدينة الحمراء بحدود 48 كيلو، وبالتالي هذا الطريق يصبح الطريق التقليدي جوه مدينة العالمين طبعا وحاطين خدمة تتصل المنطقة الشاطئية بالمنطقة الجنوبية في ساحة كبيرة هنا وصاعد الجزء الأمامي وصاعد الجزء الخلفي. ده المدخل الرئيسي لمدينة الجنوب، المدخل الرئيسي للمنطقة التراثية اللي موجودة في المنتصر. إن شاء الله احنا شغالين في مكوناتنا واللي هي قبل بقية العام هتكون في الأكشن. لو رحنا على الناحية الثانية قام الرئيس دي المخطط بتاع منطقة الجنوب مسجد ملك الملك سعة خالد بن صدر اللي احنا بنشرف الافتتاح النهارده جنب المنطقة التجارية دي إن شاء الله 30 تسعة هنكون تم الإنتاج منها، مبنى الخدمات ومبنى إدارة المدينة اللي دي منطقة الشرطة الجنوبية، الكنيسة إن شاء الله تقام الشعائر الكنسية في 7 يناير في هذه الكنيسة، في مباني منطقة المقرات والأوبرا والمكتبة والمتحف والحديقة المتحفية، منطقة المعارض والمسرح الجمالي ومجمع السينمات إن شاء الله 30 تسعة هيكون تم الإنتاج منها بالساحة الرئيسية للمدخل في المنطقة القديمة على طراز المالي. إن شاء الله دي جزء مهم من مدينة العالمين الجديدة. وهنا الرسالة اللي بتقدم إن مدينة العالمين ليست مدينة مصرية، هي مدينة بتقام لاختزال زيادات سكانية في الوادي والدلتا خاصة من منطقة غرب الدلتا، وبالتالي فيها مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة، وإحنا واقفين قدام واحد من أهم الأنشطة اللي هتكون موجودة في المدينة وهي مدينة الفنون. هيكون فيها مبنى مائي ب7 كباري متعدد هذه المنطقة، هذه المنطقة بالكامل 260 فدان، ليس بها طرق داخلية والأماكن لانتظار السيارات كلها في المحيط، والحركة كلها للمشاة، هتبقى مركز خدمي ترفيهي ثقافي في مدينة العالمين. أيوة. صحيح.